شحات قرآن دوت كوم. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد
وادعو إلى ربك ولا تكونن ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا
كل شيء هالك إلا وجهه ولا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تكونن لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه له الحكم وإليه ترجعون كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم سبح اسم ربك.
كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
مش هسمع كلامك بقى خلاص. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والشمس إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم الفاتحة. شحات قرآن.com